اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. يستأنف الفريق الاول لكرة القدم النادي الاهلي المران الجماعي غدا الخميس في تمام الخميسة مساء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طنطا يوم الثاني من ابريل القادم في الدوري. وكان الفريق قد حصل على راحة من المران عقب انتهاء مباراته الودية امام الفجيرة في احتفالات النادي الاماراتي باليوبيل الذهبي والتي فاز بها النادي الاهلي برباعية مقابل هدف. ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق من الإمارات مساء اليوم الأربعاء. قرر الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي مشاركة جميع اللاعبين الدوليين في مران الفريق غدا الخميس دون راحة عقب عودة لاعب المنتخب الأول من سويسرا وخوضهم مباراتي المنتخب الوديتين أمام البرتغال واليونان. كما يشارك في المران أيضا لاعب المنتخب الأولمبي بعد العودة من السعودية. ويسعى الجهاز الفني خلال الأيام القادمة إلى تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لمباراة طنطا بالدوري. أكد كابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي أن علي لطفي حارس مرمى الفريق ينتظره مستقبل باهر مبدئا رضاه عن مستواه بعد ظهوره أمام الفجيرة في أول مشاركة مع الفريق بشكل أساسي منذ انتقاله للأهلي من نادي أمبي. وقال سليمان أن الحارس مدال أمامه الكثير وأن مستواه في تطور ملحوظ بعد استجابته للجرعات التدريبية. وأضاف أن علي لطفي نجح في التعامل بشكل طيب مع أغلب المواقف الصعبة في مباراة الفجيرة مما يطمئن الجهاز الفني عن امتلاك الفريق حارسا جيدا إلى جانب زميليه شريف إكرامي ومحمد الشناوي. قال الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي أن استعدادات الفريق ثابتة لكل المواجهات بغض النظر عن المواقف أو الظروف التي يمر بها المنافسين. وأضاف أن ثقافته وثقافة اللاعبين تعتمد في الأساس على الاجتهاد واحترام الجميع مؤكد أنه يعطي مواجهة طنطا أهمية كبيرة مثلها مثل كل المواجهات السابقة للأهلي في الدوري. وأوضح أن الأهلي إذا كان قد حسم الدوري إلا أن هناك أهدافا أخرى يسعى الفريق إلى تحقيقها مما يتطلب تجهيز كل اللاعبين وخلق دوافع جديدة لاستكمال المشوار المحلي بنفس الكفاءة. وما زلنا مع الكابتن حسام البدري حيث أكد أن مباراة الفريق الودية أمام الفجيرة أفادت الفريق على المستوى الفني. وقال البدري في تصريحات لقناة النادي الأهلي عقب المباراة: المباراة كانت جيدة في المستوى وتأتي لتؤكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات. ونتابع في التقرير التالي تصريحات الكابتن حسام البدري بعد مباراة الفجيرة. دائما بنسعد واحنا موجودين في دولة الإمارات الشقيقة. دولة الإمارات يعني بتأكد كل مرة على أواصر المحبة والصداقة الموجودة. ويمكن أنا بشكر إدارة نادي الفجيرة على دعوتنا اللي بها مجلس إدارة النادي الأهلي وفي نفس الوقت على الاحتفالية اللي تمت بالأمس. ويمكن لسوء حظ أنا ما كنتش موجود، كنت لسه في طريق العودة من كندا، فبشكرهم على الاحتفالية الكريمة اللي تمت بالأمس. وبأكد أن كل ما بنبقى في دولة الإمارات بنأكد أن احنا بنبقى سعداء فعلا. يعني احتفالية احنا سعداء بيها، وفي نفس الوقت بهني نادي الفجيرة على اليوبيل الذهبي ومرور 50 سنة، وبتمنى له مزيد من التقدم ان شاء الله. واقول ان المباراة النهاردة مش على الجانب الفني بس كانت مفيدة، على جانب الصداقة طبعا والاخوة اللي موجودة وحضور الجماهير سواء الاماراتية او جماهير النادي الاهلي اللي انا بسعد ان انا بشوفها وبشكرهم على تحيتهم. جماهير النهاردة ويمكن نداءهم قبل بداية المباراة عليا وتحيتهم ليا كل الجماهير اللي كانت موجودة في جوانب الاستاد النهاردة، انا بشكر جماهير النادي الاهلي وبقول لهم انتوا بتوصلوني لقمة السعادة، لان هو ده الهدف الاساسي
اللي بيفكر فيه حسام البدري، هو ده الهدف الأساسي اللي أنا بسعى ليه كل ما بعمل خطوة، بسعى لهذه اللحظة وهي لحظة رضا الجماهير وحب الجماهير. فبشكر جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة النهاردة، وتحيتهم ليا وتحيتهم للفريق بعد المباراة، وبتمنى ان شاء الله باذن الله نحقق لهم مزيد من البطولات. وفي نفس الوقت مره تانية بقول بشكر دوله الامارات على هذه الاستضافه، ونادي الفجيره بشكل خاص والامارات بشكل عام، وان شاء الله مزيد من الاحتفالات ان شاء الله ونكون مشاركين فيها كنادي الاهلي ان شاء الله. في اوجه استفاده كثيره جدا على المستوى الفني، واخر مباراه قبل مشوارنا المحلي مباراه طنطا مهمه، لان في طبعا التركيز الاكثر بقى في الخطوات اللي بعد كده، وهي مباراه الكاس ان شاء الله ومشوارنا الافريقي، فمرتبطه باشياء كتير، فاكيد كانت مفيده الحمد لله. وإلى أخبار المنتخب الوطني، أكد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على أنه كان يستطيع تحقيق نتائج إيجابية أمام البرتغال واليونان في مباراتين تعرض فريقه خلالهما لهزيمتين، مشيرا إلى أنه اختار تجربة أكبر عدد من اللاعبين. وقال كوبر عقب مباراة اليونان: كان من السهل أن أختار 11 لاعب الذين يشاركون معنا بصفة أساسية وأن أحقق نتائج إيجابية، لكننا قررنا منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة للمشاركة من أجل تجربتهم ومشاهدتهم عن قرب. واختتم كوبر تصريحاته قائلا: ليس أمامنا وقت بعد الآن، نستعد للقائمة النهائية في كأس العالم ونعمل على التحليل والتقييم بعد انتهاء معسكرنا الذي كان مفيدا ومهما للفريق. أشاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني بمعسكر الفراعنة في سويسرا الذي خاض خلاله المنتخب مواجهتين وديتين أمام البرتغال واليونان. وأضاف صلاح في تصريحات عقب مباراة اليونان الودية أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هكتور كوبر حرص على الإطمئنان على جميع اللاعبين في الفترة الأخيرة، ووعد محمد صلاح الجماهير المصرية بتقديم المنتخب لأداء قوي في بطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا في الصيف المقبل. من جانبه أثنى أحمد حجازي مدافع المنتخب وفريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على أداء منتخب الفراعنة في معسكر سويسرا. وأضاف حجازي في تصريحات عقب ودية اليونان أمس أن هناك بعض التدريبات التي خصصها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر منذ بداية المعسكر وحتى نهايته. وأشار الدوري المصري إلى أن هناك تقدم كبير في أداء المنتخب، لافتا إلى أن الجهاز الفني وضع استراتيجية معينة خلال المعسكر. يذكر أن بعثة المنتخب الوطني قد عادت إلى القاهرة عصر اليوم بعد معسكر استمر لمدة 10 أيام. وصل الرياضيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير للانتخابات، حيث أدلت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلس النواب بصوتها في مدرسة المنارة الإسلامية بالعجوزة، كما أدى المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بصوته بكلية التربية الرياضية بنات في حي الزمالك، وأدلى كابتن جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة بصوته، وكذلك محمد بركات نجم الفريق الأسبق وحرس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على الإدلاء بأصواتهم اليوم، وتوفير أتوبيسات خاصة لموظفي المجلس والاتحادات من أجل المشاركة في العرس الديمقراطي. كما حرص كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني على التوجه للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته عقب وصول بعثة المنتخب من سويسرا.
دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي نظيره الشرطة الإيفواري في الجولة الثانية للبطولة الإفريقية، والتي يستضيفها الأهلي من في الفترة من 27 إلى 6 من إبريل المقبل. ومن المقرر أن تذاع المباراة على شاشة قناة النادي الأهلي في تمام 8 من مساء اليوم. كان الفريق قد حقق الفوز أمس على فريق نيمو ستارز الأوغندي بنتيجة 3-0. نتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال للجهاز الفني واللاعبين عقب الانتصار. الفريق طبعا ما عملناش سكاوتنج لانه ده اول ماتش في البطوله، ما نعرفش عنه اي حاجه. الحمد لله الفريق لعب كل، يعني قدرت العب كل الناس، حتى قدرت العب ناشئ يوسف الصافي، والحمد لله ظهر مظهر كويس. الحمد لله الفرقه كلها لعبت، وده كان هدفي يعني. والله يعني همي دلوقتي ان احنا نخلص دوري المجموعات، وبعدين ان شاء الله باخد واحده واحده، هنعرف مين ان شاء الله احنا هنقابله في دور الثمانيه. يعني هو التخطيط بتاعنا ان هو هيبقى ثاني فرقه الجيش، فان شاء الله ربنا يسهل ممكن تبقى فرقه الجزائر. بنعمل لها طبعا، محمد زكريا قاعد من الصبح في الصاله بيعمل تحليل لكل الفرق، وان شاء الله موفقين. والله هي حاجه ممتعه جدا، النادي الاهلي قادر ان هو ينظم يمكن 4 بطولات ورا بعض، دي حاجه مش سهله. العمل على قدم وساق انا حاسس بيها، يعني انا رحت للكابتن رؤوف كذا مره، بسم الله ما شاء الله، يعني ما بينامش تقريبا، ما بيروحش بيته. كابتن ياسر نصير، الناس كلها في النشاط الرياضي، مجلس الاداره كله موجود، يعني حتى الاستاذ محمد الجارح كان معانا في التمرين امبارح، الناس كلها واخده بالها كويس جدا، من عايزه تظهر النادي الاهلي في احسن شكل، والحمد لله ده باين جدا واضح جدا جدا للناس كلها ان النادي الاهلي قادر ان هو ينظم بطولات كتير. والله هي دي، انت عارف دي اول ماتش لينا، الفرقه لسه راجعين من المعسكر من بولندا، كنا جاهزين يعني ان شاء الله بشكل كبير جدا، عاملين حسابنا ان احنا البطوله قويه والبطوله جامده، لكن الفريق اللي احنا لعبناه النهارده ما عندناش اي داتا عليه عشان نقدر نقول للعيبه بتاعتنا ده، يعني اي داتا لاي لعيب فيهم مش موجود لاي لاعب فيهم، يعني حاجه نقدر نقولها للعيبه بتاعتنا. كان الموضوع بنقوله في الملعب، بس هي الفرقه مستواها يعني نقدر نقول متوسط او اقل من المتوسط. احنا اللعيبه بتاعتنا النهارده دخلت الماتش خطوه زي ما بنقول، وان شاء الله اللي جاي احسن. النهارده الصبح طبعا كان عندنا تمرين خفيف في رساله استقبال، حاجه بسيطه خالص. ماتش النهارده يعني يعتبر خفيف، بكره الصبح عندنا تمرين. بعد كل تمرين اللعيبه بتنزل مغطس التلج. معانا طبعا دكتور هيثم، يعني مش عايز اقول لك ان هو ما بينامش من اللعيبه، كل اللعيبه عنده قاعده في الاوضه 24 ساعه، اللي عنده اصابه، اللي عنده اي حاجه. ميكي وحسن في التدليك، فاللعيبه يعني عندنا جزء فيه ناس جزء اصابه، والجزء الثاني بنحاول ان هو الناس السليمه بنكمل ان شاء الله على خير. احنا هدفنا البطوله، اللي بيبقى هدفه البطوله بيحاول ان هو يتخطى كل الصعاب. ان شاء الله ما تحصلش مفاجآت، ان شاء الله بنوعد الجمهور ان باذن الله ربنا هيوفقنا، لكن انا طالب من الجمهور ان هو يجي، ودي بقى النقطه اللي احنا لازم نتكلم فيها. جمهورنا جمهور غالي، لازم يملى الصاله، الفريق محتاجه مساندته، ومحتاج وقوفه معانا في البطوله، وان شاء الله ما نخرجش عن الاخلاق الرياضيه اللي احنا متعودين عليها من جمهور النادي الاهلي العريق العظيم،
اللي بيساند دايما فرقه للحصول على البطولات. ببارك طبعا لجيم النادي الاهلي وببارك اللعيبه على الماتش النهارده. طبعا ماتش الافتتاح زي ما حضرتك عارف معانا لعيبه لسه باب ولعيبه طبعا دماغ مع الخبره. الحمد لله رب العالمين قدرنا نعدي الماتش بره الامام. طبعا المستوى الكره الافريقيه اتطور جامد مش زي زمان. زمان كنا زي ما بنقول ممكن نعدي ارسال كل 10 رسالات يرجع لنا كره وكرتين. الوضع اختلف دلوقتي بنلعب فرقه مش وحشه ولا سيئه نقول ضعيفه المستوى. الحمد لله رب العالمين بخبرتنا وبخبره لعيبه الكبار مع الشباب قدرنا نعدي اول خطوه والحمد لله الماتش افتتح كويس الحمد لله رب العالمين عليه. فاصلين مركزين طبعا مع الفرق اللي جت. طبعا الموضوع ده لا منطق ليه من الصحه. طبعا كل الفرق موجوده محترمه تكاد تكون فرق احسن من الفرق التوانسه الموجوده دلوقتي. لسه فريق الترجي خسران بطوله عربيه فالفرق الموجوده كلها محترمه. عندنا الاربع فرق بتوع مصر طبعا كلهم محترمين. في فرق افريقيا وفي السجون معانا في المجموعه محترمه. فرقه الباب فريق السواحلي الليبي فريق اهلي الليبي طبعا لا بطوله جامده ومحترمه وكل الفرق طبعا تعوض غياب اي فرقه ما جاتش. طبعا اول حاجه لما ربنا كرمنا ببطوله الدوري الحمد لله بعد جت 3 سنين اللعيبه مركزه. طبعا زي ما حضرتك عارف البطوله بتجيب بطوله اللعيبه عندها استعداد اللي هي ومركزه جدا ان هي تحافظ على البطوله الافريقيه. طبعا اللقب المره الثانيه على التوالي كلهم مركزين ركزنا بعد الدوري في معسكر بولندا زي ما حضرتك شايف النهارده الحمد لله من اول نقطه لحد اخر نقطه الناس مركزه ما فيش استار بالخصم. ربنا يسهل نعمل عنا باذن الله وربنا يكرمنا ونحافظ على اللقب الثاني باذن الله رب العالمين. اهم حاجه انك تحافظ على البطوله بالذات انك السنه اللي فاتت كسبتها في تونس. كابتن ميدو بيدعمني جدا هو الجهاز الفني واللعيبه جدا بيدعموني جدا في الملعب. انا الحمد لله كنت حاطط هدف من اول السنه اللي لازم ابقى متواجد في البطوله دي وطول السنه على الدرجه الاولى. الحمد لله مش بس موجود الجهاز الفني بيديني وقت كويس جدا وانا كل ما عليا ان انا ابذل كل ما عندي واظهر في احسن صوره. طبعا محظوظ جدا بوجود لعيبه كبيره جدا في وقتي زي كابتن محمد عبد المنعم وكابتن احمد عبد العالف مركزي بيدوني نصايح وتوجيهات بتفرق معايا جدا وكابتن عبد الله عبد السلام طبعا بس هو مش في مركزي بس برده بيركز معايا جدا نفسيا وفنيا وفي كل مهاره. ده طبعا ده حظ كبير جدا كابتن عبد اللطيف عثمان كل دول بيفرقوا معايا جدا. طبعا انا محظوظ بحاجه زي دي ان هم موجودين معايا. اهم حاجه في السن ده ان انا استمر في التطور وكل سنه اهدافي تعلى اكتر واكتر. وطبعا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا ان شاء الله نقدر نحافظ على البطوله دي ثاني سنه على التوالي هتبقى حاجه كويسه جدا وبالذات لي انا في اول سنه ليا بطوله اول بطوله افريقيه ان شاء الله. قال الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ومدير البطوله الافريقيه للطائره للرجال والتي ينظمها النادي الاهلي ان مزايا البطوله الافريقيه عديده على كافه الاصعده بعد انطلاق منافساتها امس الثلاثاء باقامه 12 مباراه. واضاف عبد القادر ان البطوله تعمل على تقويه العلاقات بين انديه القاره وتساهم بشكل كبير في رفع مستوى اللعبه وتعطي صوره مثاليه في وحدة الصف بين أندية إفريقيا. وأوضح عبد القادر أنه يثق في نجاح التنظيم والخروج بالبطولة بشكل مبهر يليق بتاريخ ومكانة النادي الأهلي على كل الأصعدة. أشادت هويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي للطائرة بحفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة للرجال والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 أبريل القادم. وأضافت مندي أن الافتتاح كان مبهرا ونال إعجاب الجميع سواء مسؤولي الاتحاد الأفريقي أو الوفود المشاركة التي تفاعلت بقوة مع الحفل. وأوضحت هويدا مندي أن هذا الأمر ليس غريبا على النادي الأهلي الذي يبقى نموذجا يحتذى به الجميع في تنظيم البطولات مؤكدة على سير الأمور بشكل جيد للغاية بعد انطلاق المنافسات. وأكدت المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي للطائرة أن المنافسات سوف تزداد سخونة مع الأيام القادمة وتحديدا بعد الانتهاء من منافسات الدور الأول الذي يبقى بمثابة أعداد للأدوار القادمة. عرفني الحب وإيماني علمني أعيش وأجد مجد بلي
وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، ونبدأ بالأهرام. كوبر محمد الشناوي حارس عملاق. الأخبار، محارب الهاتريك يقود الأهلي للفوز الودي على الفجيرة بأربع أهداف مقابل هدف. والوفد البدري، الأهلي اطمأن على لاعبيه في ودية الفجيرة. المصري اليوم، الأهلي يستأنف مرانه الخميس بمشاركة الدوليين. الوطن سبورت، مدرب حراس الأهلي علي لطفي قدم أداء مبهر أمام الفجيرة. اليوم السابع، البدري يرفض إراحة الدوليين. وفيتو، أحمد فتحي يتعرض لكدمة بالظهر في مباراة مصر واليونان. ويلا كورة، البدري هناك أهدافا أخرى للأهلي تجعل مباراة طنطا مهمة. يورو سبورت عربية، الأهلي يتلقى عرضا جديدا للعب في الإمارات والبدري يرحب. ده كان آخر خبر معنا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.